يا هلا والله، مساكم الله بالخير. ايش اخباركم؟ طيبين. اليوم راح نبدا تغطيتنا من الان لعرس جازان الكبير لافتتاح مهرجان شتاء جازان 2023. طبعا الليله الحفل الرئيسي برعايه سيدي امير منطقه جازان الامير محمد بن ناصر حفظه الله. من ضمن البرامج اللي تكون إن شاء الله ليلة لقاء مع سيدي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر حفظه الله، يحاوره الإعلام الكبير الأستاذ جبريل أبو دية. الأشياء الجميلة هذا العام في نقل حي من عدد من المواقع في منطقة جازان، سواء المدينة مدينة جازان أو عدد أيضا من المحافظات. في ايضا نقل مباشر لبعض الفعاليات في القريه التراثيه، مثلا في الشارع الثقافي في محافظه الشقيق. ايضا من المعارض المهمه اللي راح يدشنها سيدي امير المنطقه اليوم معرض جازان للكتاب. هنا معرض الكتاب يكون من ضمن الفعاليات التي يدشنها سيدي امير المنطقه. كما أعلننا الحفلة يكون في المسرح المفتوح في مركز الأمير سلطان الحضاري. أيضا المسرح المغلق في المركز راح ينقل الحفل على هذه الشاشة. طبعا في كل المواقع العمل يشوف هناك في المسرح المغلق، برضو في هذا الموقع معرض الكتاب. الاستعدادات على قدم وساق للعرس الكبير. هذه الشطورة بتأدى المسرح اليوم، أتوقع بتسوي شيء جميل، صح؟ شو اسمك أنت؟ جودي. وإن شاء الله يلا نشوفك على المسرح. ها الأعمال ما زالت مستمرة لهذا الحدث الكبير. الآن ما شاء الله نقل مباشر لعدد من المواقع في منطقة جازان. أيضا القرية التراثية، شوفوا الزوار ما شاء الله. كيف حالك؟ طيب الله يسعدك. حياك الله اسمو الأميرة. يا هلا وسهلا، نورتينا في جيزان. الله يسلمك. الله يسعدك ان شاء الله. نوركم. الله يسعدك ان شاء الله. ان شاء الله تستمتعين بالحفل باذن الله. الله يحفظك ان شاء الله بالتوفيق حبيبي. يا هلا والله. يلا حي. والله فرصة سعيدة يا حبيبي. نورتنا والله في بنورك. الله يسعدك حبيبي وقواك الله على كل شيء قاعد تسويه. الله يسعدك بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. هلا وسهلا حبيب قلبي. الله يطول عمرك. عاش من شافك. يا هلا وسهلا. الله الله يسعدك. والله فرصة سعيدة. الله يطول عمرك. انا اسعد. جلال الله يحفظك ان شاء الله. وان شاء الله موفقين يا رب. وياك ان شاء الله. Thank you.
أنسام ودفء. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. جازان بزرقة بحرها وشموخ جبالها وخضرة سهولها وفتنة جزرها وعبق فلها ونقاء عسلها وعالمية بنها. جازان قبلة الثقافة والأدب، جازان العلم والعلماء، لنكون أحد أهم مواسم السعودية. نستأذنكم سيدي لإطلاق فعاليات كتاب جازان 2023 أجمل وأدفى. Bye.
القصة على جفن الغمامة تطيرا عن قرى وديان وجبال كثير I'm
محمد اسم على كل الوجود تفردا ورؤاه نبصرها بأبهى جودة لحياتنا مجدا فريدا أوحدا لمحمد قلب يحب أميره ويصافح الكف الوفي محمدا لهما معا حب الجميع وودهم بهما معا هذا الفخار قد ابتدى هذا أبو تركي أمير مسيرة للمنجزات وللطموح تقلدا هذا أبو تركي بروس جبالنا حب له والسهل حبا أنشدا جازان في بلد السعود عروسة هول بعطره كم أسعدا جزر الجمال نقاهة وسياحة واد يسيل ودوحة فيها الندى ورجالها روح الشتاء مواسم مزدانة بالغيم والأفراح في طول المدى هي أجمل أدفى وأروع ما ترى حين الشتاء على مرابعها ابتدى وعروسة في راسها طيب وفي راحاتها الحناء إذ مدت شتى جازان هذه أرضنا نحن البداية لم نكن يوما صدى من أرض جازان تسطر قصة لبطولة اندحرت طموحات العدا
بشكل جيد جدا ممتاز.
حي تحب الطريق للعمل الحر لا ويترك عملية العيب. وهذا مع الأسف أنها منتشرة في مناطق عديدة. بالعكس أن يقول هذا القوم سيدهم. الحمد لله هذه المنطقة تجاهل في كل مكان، سواء القوات المسلحة، سواء الأمن العام، سواء في الخدمات العامة، سواء في كذا. والحمد لله الآن المدينة التحويلية الاتصالية يعني تقريبا الاستثمارات اللي فيها الآن القطاع الخاص حوالي 80 مليار. والحبل على الغارب يعني كل شيء ماشي الحمد لله. عددها يمكن داخل وقتكم وهي كلها مطلوبة معروفة ومعلنة. كثير بما يتحقق في جازان ونتابعه بكم بأعيننا عن قرب، سواء من خلال أنفسنا أو أهلنا الموجودين حولك وحوالي. أنا وزملائي في جمعية إعلاميون الأمين العام ناصر الغربي هذا العمل الإعلامي في جازان. الدين والوطن المواطن، كل مبادرة تنفع الدين والوطن المواطن إحنا جالسين هنا لهذا الغرض. وخادم الحرمين الشريفين قائد هذه الأمة يطلع على نفسه خادم الحرمين الشريفين، وإحنا لما نقابل شرف مقابلتك كل يعني سواء تنمويا أو أمنيا أو اجتماعيا نمنا جميعا. فإحنا بالعكس كل شيء ينفع المنطقة راح ندعمه سهل كل أمور. الله. علي علي مخطر الوطن مو بس الجزائر. تجربة مجتمعية. انتخب قبل تقريبا 10 أيام وأيضا التأسيس. وهذه قياس تفاعل الجهات الحكومية في. نعم. وعندنا منجز. انتم فاتحين هنا كم؟ المعرض حيستمر كم؟ 10 ايام باذن الله من بكره باذن الله تعالى. وكم في داخل الشريف؟ دور النشر الان لاجل احنا موجوده 63. نتمنى ان المكان يكون اكبر. راح نسوي معرض دولي دولي باذن الله من العام القادم بتنسيق مع الامانه، هم مقصرين معنا. والمنطقه تستاهل. الروح والعقل يلا تكلم تكلم يا مس. اهلا وسهلا. هي تم قرار المعروض اهلا وسهلا بمعرض بلد. المنطقه الله يحفظك. انا تسلمت. لا تفضل تفضل. هذا خلنا نحكي على قصار. ها؟ سموك هذا. لا بوشي. حياك الله يسلمك يا سمو الأمير. هذه كانت تغطيتنا اليوم لحفل وعرس جازان الكبير شتاء جازان 2023.